مرحبا، اسمي نور العجلوني من جامعة العلوم والتكنولوجيا، بدرس هندسة مدنية. نحن اليوم في مخيم العمل التطوعي التابع للأمم المتحدة. اللي أنا جيت عشانه جيت لحتى أتعرف على المتطوعين في أرجاء المملكة، زائد التبادل الخبرات فيما بينهم، خبراتهم التطوعية. في كمان عنا اللي هو التوعية بقضايا اللي تطرح الآن في العالم أو اللي بواجهها العالم، مثل في عنا الفساد، المفهوم المغلوط للتحضر والتطور، زائد المشكلة المواجهة في الأردن اللي هي العشائرية. اللي تعلمته أنا واللي راح أتعلمه إن شاء الله بعد انتهاء هذا المخيم، اللي هي أنا أول إشي نبذل التمييز العنصري بكافة أشكاله، إني أنا أحترم وجود الطوائف الموجودة عندي في البلد، مع نبذ الطائفية، إني أنا أتعلم كيف التفكير الواعي للقضايا التي تطرح قدامي. يعني نحن في عندنا القوالب والمدنية الحديثة، أنا كيف أتحرر من القوالب اللي بتفرضها علي المجتمع، سواء إذا كانت غلط أنا أتحرر منها، وإني أنا أشكل لي قالب خاص فيه بيناسبني، زائد إني أنا أكسر القوالب السيئة اللي تفرض علي. بتوقع إنه رح نعمل مبادرة مشتركة ما بين كل، هلا نحن من أرجاء المملكة، فلو نحن رح نتفق على فكرة واحدة تساهم في رفع مستوى المجتمع الأردني.